السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم معنا في قناة تربية الحسون، الصفحة الرسمية معكم جلال. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلى عليكم عشر. إخواني أخواتي، مرحبا بكم معنا في موضوع آخر إن شاء الله، وستكون فيه الإفادة لكل الإخوة والأخوات كما عودناكم خاوتنا العزاز على القناة. كما علمناكم خاوتنا نخدموا بالسيباراسيون. الطريقه الاخرى اللي ديما نتكلم عليها هو تقدر تحط المال تاعك في كازا والفماله تاعك في قفص التزاوج، هذيك والمال يكون فوق الفماله ولا الفماله تكون فوق المال، يعني ما يشوفوش بعضهم، وهكا ان شاء الله يرتبوا لك الطيور ويبداو يجهزوا لك ويولوا يفركتوا على كوفي. يعني نحن من الذين يقولون ويفعلون، يعني هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. حنايا ماناش من الناس اللي تسرق العشاش من الزجر وتجي على القناه تقول لك رانا انتجنا، ولا يحط لك البيض البلاستيكي ويقول لك هذا انتاجي. لا لا يا اخي، انت اذا خدعت الناس راح تكون تخدع في نفسك، لانه بعد فتره لن نرى فراخ الحسون التي لديك. ايضا كما قلت لك، حنايا ما نجيبوش الفراخ ونطيشوها مع بعضهم ونقولوا على ربي ان شاء الله. لازم تتعب ولازم تخدم على روحك باه تصلح لك لاكوفي، عفوا. يعني بدون اطاله ستشاهد معي تكتيكات وطرق التزاوج الحسون في الاقفاص عن طريق العمل بالتشويق، ولدينا مواضيع عنها في القناه ومختلفه راجعها ان شاء الله. شوف الفماله كي تعود مخبيه على المال، مع تشوف المال طول تبدا تهز القطنه، تفهمنا؟ نقطع شويه فقط ندخلوا المال قفص التزاوج ومن بعد نرجعوا معك. كما قلت لك اخي المشاهد، حنايا ماناش من الناس نعلموك في الغلط، نعطيوك غير الصح، وهدايا قصف جو ان شاء الله بالطيور ان شاء الله وستحلى الغزره. يعني كما قلنا هذه القناه قناتكم انتم خوتنا الاعزاز، قناه للمبتدئين، قناه للناس اللي تعرف، قناه للناس حابه تتعلم ولا اللي راهي تتعلم ما شاء الله. هذه الجان تاعي ان شاء الله نحطوا على القناه كي يوصل الوقت، اقبح جان عندي احتفظت به من انتاجي ان شاء الله، ربي يبارك ما شاء الله، قبيح بزاف بزاف بزاف. دوك نشوفوه في المستقبل او في هذا الفيديو ان شاء الله القوه تاعو، يعني باه تتعلم، يعني ما لازمش يكون موضوع فقط، يعني تكون فيديوهات باه تتعلم على المباشر. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، ربي يبارك ما شاء الله، كيما راك تشوف قدامك، ربي يبارك ربي يبارك ربي يبارك، بسم الله ما شاء الله، ربي يبارك ربي يبارك ما شاء الله. الفماله راهي بدات توجد هنا، تفهمنا؟ هاو كيف نخدموا مع بعضنا. هنايا الفماله انايا حسب تجربتي وخبرتي لسنوات، الفماله كي تقوم بهذه النصف عمليه يعني تاع التزاوج كما شفتوها على القناه، يعني بقالها واحد 17 ايام تبرك للمال، تبرك للمال 10 على 10، تفهمنا؟ رانا شفنا هنا كما راكم شفتوا. دوك نزيدوا نشوفوا مع بعضنا الجان ان شاء الله، وخليهم هذوما يعيشوا مع بعضهم حتى نشوفوا كش ما تصلح لنا حاجه. على بركه الله الفيديو قدامك على المباشر، سحبت لك الواحد. حنايا ماناش من الناس اللي نعاودوا اللقطات بزاف 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 ومن بعد كي يبرك تبرك الفماله اوب نحط نصور لك على المباشر، تتعلم مع اخوك جلال. حنايا ما عندناش الكذب والتنوفيق، حنايا ما نبزنسوش وما نبيعوش للناس ونخدعوهم ومن بعد نديروا لهم مواضيع، تفهمنا؟ نزيدو نجربو لهنايا ونشوفو مع بعضنا. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. هدايا اقبح جان احتفظت به لنفسي كي خرجناه من العش، لاني انا كي نجيب الليجان ديما نخير واحد كيما نقول نحنا هو ذكي فيهم. هدايا مال ربي يبارك ما شاء الله، حنين يوكل يبني العش مع الفمالة تاعو، وربي يبارك ما شاء الله. كون يخدم درك مع الفماله دوك تشوف اقبح جان على القناه ان شاء الله، ودي خليناها سيربريز ومفاجاه باش يتمتعوا بها خوتنا ان شاء الله في موسم التزاوج كما تشاهدون. هذه الفماله مازالت ما وجدتش بزاف بزاف، رانا نخدموا معها غير بالدواوات خويا العزيز باه نوجدوها على طبق من فضه. الله يبارك ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، الله يبارك ما شاء الله، مال قبيح بزاف. هذه لا تروزيام فوا لي يخرج على فيمال ما شاء الله، بسم الله الله اكبر يبارك. كي تشوف الفماله تاعك تدور في العش، اجمل واحسن واقوى وابهى منظر ان شاء الله، ربي يبارك ما شاء الله.